السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، كنا في المحاضرة اللي طافت بنتكلم عن مهارات الاستقبال، أما اليوم فأتى الدور أن نتحدث عن مهارات الإرسال. طبعا بالنسبة لمهارات الإرسال تنقسم إلى قسمين، القسم الأول هو مهارات التحدث، والقسم الثاني هو مهارات الكتابة، هو مهارات الكتابة. اليوم حيكون تركيزنا على الاتصال اللفظي ومهارات التحدث والإلقاء، يعني كيف تتحدث مع الناس وكيف تلقي. ثم نتحدث إن شاء الله في المحاضرة القادمة عن مهارات الكتابة. أولا بالنسبة للاتصال اللفظي، الاتصال اللفظي أنا محمل العرض بس ما بعرفه ليش مو راضي يظهر دحين. هل العرض ظاهر عندكم الآن؟ عرض الباوربوينت ظاهر عندكم الآن؟ طيب ما بعرف أنا ليش مو راضي يطلع عندي هنا، ما أعرف. فنقول إنه بالنسبة لمهارات الاتصال اللفظي، أولا يجب أن نعرف الاتصال اللفظي وهو تبادل للغة المنطوقة. الآن أنا وأنتم الذي يحدث بيني وبينكم هو اتصال لفظي. أنا الاتصال اللفظي اللي عندي هو اتصال لفظي منطوق، أما الذي تكتبونه في الشات أنتم الآن فهو اتصال لفظي برضه بس مكتوب، اتصال لفظي مكتوب. إذن هو تبادل للغة المنطوقة بين أطراف الاتصال من أجل الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الفهم المشترك. يعني أنا بحاول أحقق شيء معين من هذه المحاضرة، وأنتم أيضا تحاولون تحقيق شيء معين، ونحاول مع بعضنا البعض أن نصل إلى فهم ماذا؟ أن نصل إلى فهم مشترك. طبعا في خصائص الاتصال اللفظي ومميزاته. أول خاصية من خصائص الاتصال اللفظي وركزوا معايا، هو الوسيلة الأكثر شيوعا في التواصل، الوسيلة الأكثر شيوعا في التواصل. ليه؟ لأنه سهل الاستخدام نظرا لسرعته وسهولته في الاستخدام، فتلاقي البائع والمشتري بالتواصل، الموظف والعميل، اتصال لفظي أيضا منطوق. يا الله ليش؟ ها؟ رجع الصوت، يعني يمكن المشكلة موجودة عندكم ولا شيء، يعني انتبهوا. التوافق في اللغة أيضا شرط أساسي لحدوث الاتصال اللفظي بخاصة. يعني الآن لما يجيني مثلا واحد هندي للتو أتى من الهند ولا يتحدث العربية، لا تستطيع طبعا أن تتواصل مع هذا الشخص تواصل لفظي، فتصير العملية كلها استخدام للغة الجسد، تصير العملية كلها اتصال غير لفظي، لأنه ما في شيء مشترك بيني وبين هذا الرجل. لكن نقطة هامة جدا لازم أعرفها أنا وإنت، هامة، ما هي اللغة؟ اللغة هي مجموعة من الرموز الصوتية المنطوقة أو المكتوبة، رموز صوتية منطوقة أو مكتوبة. ها يا جماعة الآن كيف الصوت موجود يا جماعة؟ ولا المشكلة عند عبد الرحمن الأحمدي فقط؟ ها موجود بيقولوا لك يا عبد الرحمن، إذن عالج المشكلة الموجودة عندك. إذن هي مجموعة من الرموز الصوتية المنطوقة والمكتوبة يحكمها نظام معين ولها دلالات محددة يتعارف عليها أفراد ذو ثقافة معينة ويستعملونها في التواصل. يعني اللغة شيء يتوافق عليه أصحاب ثقافة معينة، لما يجي ناس من ثقافة أخرى قد إيه يشعرون بصعوبة في التواصل اللفظي معك. أيضا الاتصال اللفظي المنطوق يعتمد على الثروة اللغوية لدى المتحدث. الآن يا جماعة هذول أطفالنا الصغار في البداية
يا دوب يا دوب يركب له كلمتين على بعضها. لكن مع الزمن، مع الأيام، مع الأشهر، مع السنوات، يعرف إنه هذا صحن، وهذه كاسة، وهذا تليفون، وهذا جوال، فيبدأ إيه؟ يبدأ يكسر هرجه. طيب ليش صار أول بس يبكي اتصال غير لفظي؟ إذا يبغى حليب يبكي، إذا يبغى ينام يبكي، إذا يبغى أكرمك الله الحمام يبكي، كله اتصال غير لفظي. لكن لما تدمع عيونه، يحمر وجهه، لكن بعد ما يتعلم كلمات كثير تزيد ثروته اللغوية، يظهر الاتصال اللفظي مباشرة. إذن هو بيعتمد على إيه؟ على الثروة اللغوية. أيضا الاتصال اللفظي المنطوق يتأثر بالعوامل غير اللفظية. يعني ما هو معقول يا جماعة إنه لما تيجي تتكلم معايا، أتقابل أنا وإنت، إنه أنت فقط تتأثر بالكلام. لا، أنت تتأثر بالكلام وتتأثر أيضا باللغة غير الكلامية اللي هي لغة الجسد، حركات اليدين والرجلين والوجه والابتسامة والدموع، أشياء كثيرة جدا، ولغة العيون. حأعطيك مثال بسيط لكيف إنه الناس أذكياء يكتشفون الخلل الموجود عندك إذا تكلمت، لأنهم يربطون بين اللغة اللفظية واللغة غير اللفظية، كلها تتأثر ببعضها. حأعطيك مثال. لو فرضا إنه عبد الرحمن عياد الأحمدي حصل على 1,000,000 ريال جائزة في مسابقة، وأنا كنت أتمنى إنه أنا اللي يحصل على الجائزة، ما هو عبد الرحمن. فلما قابلته قلت له: عبد الرحمن مبروك مبروك. يقول: ما شاء الله فزت بالجائزة، مبروك. أنا بلساني أقول مبروك، لكن بتعبيرات وجهي يكشفني عبد الرحمن إنه أنا حاقد، أو إنه أنا ما أبغاه يفوز. فالسؤال اللي يطرح نفسه الآن: لما تختلف اللغة اللفظية عن اللغة غير اللفظية، أنت مين تصدق؟ برافو، تصدق اللغة غير اللفظية. بدليل إنه أنا لو أجي مثلا عند طفلي الصغير ولاقيه كذا حزين، يعني برافو عليكم، الغير لفظية، ألاقي هذا الولد حزين، فأقول له: بابا حبيبي، في أحد مزعلك يا بابا؟ فيجي يقول: لا يا بابا، أنا كويس يا بابا، أنا كويس. ولكن في نفس اللحظة دموعه تنزل، يحلل ويضعيف، دموعه تنزل، هو يقول: أنا مبسوط، ما عندي شيء، بلسانه، لكن دموعه نازلة. الحين أنا أروح أصدق الكلام اللي بيقوله بلسانه، ولا أصدق الدموع هذه اللي نزلت على خدوده؟ أكيد حصدق الدموع. إذن يا جماعة، مشاعره، إلهي ربي يسعدك، أنا الآن أقول بكل وضوح أن اللغة غير اللفظية أصدق من اللغة إيه؟ من اللغة غير اللفظية. يعني مهم جدا أنها تترافق. فإذا جيت تقول لعبد الرحمن الأحمدي مبروك، قل له كذا: مبروك مبروك، ألف ألف مبروك أبو عياد، تستاهل كل خير. دحين يحس هو إنه هذا الكلام طالع من قلبك، لأنه لغتك اللفظية متطابقة مع لغتك غير اللفظية. لكن لما تختلف، مشكلة. بعدين يحس انك انت جالس تقول شيء وقلبك يقول شيء ثاني. طبعا الاتصال اللفظي المنطوق نجده في الحوار، في النقاشات، في التعلم والتعليم، في الإعلام المرئي والمسموع، في المحادثات بين الناس. لكن يا ترى ما هي مهارات التحدث والمخاطبة؟ طبعًا. يعني أنا أبغى أتحدث مع الناس، ما هي مهارات التحدث التي يجب أن أمتلكها؟ أول مهارة من مهارات التحدث هي أول مهارة من مهارات التحدث نبغى العرض يطلع معايا هنا، ما أدري إيش هو، يتأخر كثير. أول مهارة هي أيوة جميل، هي صياغة الأفكار ذهنيًا قبل التحدث.
الآن خليني أفترض فرضا أنه تركي بن أحمد رايح على مقابلة شخصية، رايح على مقابلة شخصية وظائف، ورايح مع عادل، ورايح مع يعني الله القرني، ورايح مع عبد الرحمن، رايح مع مجموعة. فالذي يصيغ أفكاره ذهنيا قبل المقابلة يقدر يتحدث مع الناس، وربما تكون الوظيفة من نصيبه. يجي يقول لي كيف أصيغ أفكاري ذهنيا قبل التحدث؟ حتى كلمة مين أنت؟ أكيد حيسألوك في البداية عرفنا بنفسك. لازم تحضر في البيت كيف تجاوب حتى على هذا السؤال، تصيغ أفكارك في البيت قبل ما تحضر على المقابلة، لأنه هم ما يقصدوا أنك تقول اسمك، هم عارفين اسمك، لكن يبغاك تقول أنا تركي بن أحمد أمير، تخصصي علم نفس، متخرج من جامعة الملك عبد العزيز بتقدير كذا، عندي اهتمامات كبيرة في مجال تطوير الذات، وحاصل على دورات تدريبية يعني تزيد عن 200 ساعة تدريبية. يعني أنت الآن بديت إيه تصيغ أفكارك في البيت. إذن هذه أول مهارة. ثاني مهارة أن تستخدم لغة مفعمة بالحيوية، يعني خلك حي. والله أنا مرة سمعت شاعر شعبي عجبني شعره، بيقول الحي يحييك والميت يزيدك غبن. يعني معناته أنت لما تكون حي، لما تكون كلامك فيه شيء من الحيوية تجده بالآخرين. أنا هعطيكم مثال يا جماعة يعني حلو عجبني وأنا متأكد أنه حيعجبكم. هذا شاعر من 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 قرية من قرى الشمال في المملكة العربية السعودية. القرية هذه ما كان عندها لا كهرباء ولا ماء ولا أسفلت ولا، فلما قابل المسؤول قال كلام حيوي جدا. إيش يقول؟ والمسؤول طبعا كان في غاية الروعة، تجاوب على طول لأنه وجد رجل عنده إيه، عنده حيوية في كلامه. إيش يقول له؟ بالشعر يقول له، يقول قريتي عدة أكواخ بسور تتحزب، لو بنى النمل بيوتا تحته حتما تهدم، وبه بوابة كالهيكل العظم قديمة، عشعش البوم عليها والبلا أتل عجيدة، ساكنوها عيشهم من قسوة الفقر قتات، يأكلون العشب والضب وأطراف الجراد، يجمعون العشب في القفر ويمشون حفاه وينادون على بضع شياه. هذا جزء من القصيدة اللي هو قالها. فتأثر المسؤول. تقول جريدة عكاظ إنه بعد أسبوعين فقط بدأت المعدات تشتغل في القرية، أسفلت، إنارة، كهرباء. ليه؟ لأن اللغة حية، اللغة حية. أيضا استخدام لغة مقاربة لثقافة المخاطب. مين الشخص اللي قاعد تتكلم معه؟ هل هو طفل صغير، رجل، امرأة، مراهق، مسن؟ لازم تعرف الشخص اللي موجود وتنزل إلى فكره، تكلمه بناء على ثقافته. يعني أنا إذا جيت أتكلم مع الولد الصغير حكلمه أكيد في توم وجيري، وأكلمه في سبونج بوب، وأكلمه صح ولا لا؟ أما إذا جيت أتكلم الكبير أكيد حتكلمه عن أيام زمان وعن التعب وعن مدري صح ولا لا؟ هذا هو. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وابن مسعود يقول إنك لا تحدث الناس بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. يعني حتى لما تتكلم في الأمور الدينية لازم تعرف مين الناس اللي قدامك علشان تبدأ تنزل لمستواهم، عشان لو ارتفعت بالمستوى يمكن يكون في فتنة تحصل. استخدم الألقاب والأسماء المناسبة. ما في أجمل من أنك تنادي مثلا الشخص تقول له يا أبو أحمد، يا أبو سعيد. يعني لما تناديه بالكنية يكون لها أثر إيجابي على نفسه بدون مبالغة وبدون تكلف مصنع. أيضا الاتزان في نبرة الصوت. فأحيانا لما تكون نبرة الصوت جدا مرتفعة ممكن يكون السامع يتضجر منها،
ولما تكون نبرة الصوت جدا منخفضة فممكن السامع يمل، لكن أنت لكل مقام مقال، مرة ترفع ومرة إيه ومرة تخفض. فلو أنا مثلا دعيت عادل بن سعيد، دعيته إلى جلسة كذا وقلت له حتقابل أنا وأنت في فندق الهيلتون، وجلسنا كذا في البهو، هل المكان هذا مفروض نرفع درجة الصوت عندنا ولا نخفض درجة الصوت؟ نحن نخفض لأنه مكان يبغى له برستيج، يبغى له كذا. لكن لو تقابلت أنا وأنت يا عادل مثلا في مطعم شعبي في البلد، الآن عادي جدا أنه إحنا نعم أبو زيد مثلا، يعني خلاص يعني عادي ترفع صوتك. لكل مقام إيه؟ لكل مقام مقال. توقف وقفات قصيرة، لأنك إذا جلست مستمر في الكلام حتملك الناس. وضح مخارج الحروف، يعني لا تتمتم وتغمغم بالكلام، خلي الحروف واضحة. أيضا التوسط في سرعة الحديث. كيف التوسط في سرعة الحديث؟ بمعنى أنه ما يكون الكلام سريع. يعني بعض الناس، أنا أعطيك مثال على الكلام السريع على سبيل المثال. تخيل واحد بيشرح لك ويقول لك زي كذا، طبعا احنا عندنا مهارات كثيرة جدا لازم نتعلمها، ومنها التوسط طبعا في سرعة الحديث والالتزام بصلب الموضوع وركز على النقاط الرئيسية وكرر. انت طبعا ما حتلحق معاه هذا. وبرضو لما يكون بطيء وماشي على وتيرة واحدة، يجي يقول لك طبعا حنا عندنا موضوع مهارات التحدث فيها ما ينفع كذا يا جماعة، ما نبغى سرعة وما نبغى كمان بطء، يعني توازن، توسط في سرعة الحديث. الالتزام بصلب الموضوع عشان ما تشتتنا لا شمال ولا يمين، وتركز على النقاط الرئيسية وتبدأ تكررها من مرة لمرة. خالف ما في مشكلة، لكن بأدب، وتحكم في انفعالاتك. يعني الآن أنا أشاهد مثلا بعض البرامج على القنوات الإخبارية، أشوف بعض البرامج على القنوات الرياضية، يا جماعة والله تستغرب كيف ذولا يعني أخذوا علينا وصاية وجالسين نتفرج ونتسمع له. يعني شيء مقزز أحيانا، تسمع الإنسان يخالف بقلة حياء وما يقدر يتحكم في انفعالاته، وأحيانا توصل للضرب. تخيل على الهوى في ضرب، يا جماعة ما يصير أصلا. لو كان الناس كلهم نسخة منك، لو كان الناس كلهم نسخة من يعني الله القرني، أو نسخة من عادل، أو نسخة يحبون نفس الأشياء اللي نحبها، يلبسون نفس، كان فسد العالم أصلا، كان فسد العالم. ربنا خلقنا مختلفين عشان نتكامل، نقترب من بعضنا أكثر، ما خلقنا مختلفين علشان نتنافر. الله سبحانه وتعالى لاحظ يدعو النبي فيقول له ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. زن نظرك ولا تكثر الالتفات في أثناء الحديث. يعني من الأشياء اللي بتزعل إنه ما ينظر إليك الشخص، ينظر بعيد ويقوم بحركات فجائية ويتلفت أثناء الحديث. يعني ما يصير يا جماعة، لا تكثر الالتفات شمالا ويمينا، ركز مع الشخص، اتصل معه بصريا، لكن في نفس الوقت لا تحدق بعيونك فيه كثير لأن هذا يحرجه. انتقل كلمات وهذب الألفاظ. فالله تعالى يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول النبي إن الرفق لا يكون في شيء إلا زعنا. فلذلك خلونا نكون رفيقين لينين، نستخدم كلمات جميلة رائعة علشان نترك أثر عند الناس. تحدث دائما بما قل ودل، لأن الثرثرة الزائدة يعني عواقبها وخيمة.
قد يكون التحدث ليس عن طريق بشكل مباشر، قد يكون عن طريق الهاتف. فإذا تحدثت عن طريق الهاتف فاتصل في الوقت المناسب، ولا تتصل وإنت في مكان فيه إزعاج، ووصل رسالتك بسرعة. يعني بالعربي لا تدقها حنك مع الناس وتأخذ من أوقاتهم ساعة كاملة وإنت تهرج على رؤوسهم. لا تنسى إنه هذا مسكين عنده شغل عنده. أيضا اسأله في بداية الاتصال، هل الوقت مناسب يا سيدي أتكلم معك، ولا أكلمك في وقت آخر يناسبك؟ هذا الذوق اسمه ذوق، اسمه أدب. عرف بنفسك. يعني مثلا أنا اتصلت على عادل، عادل ما يعرف رقمي، فأجي أقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخي عادل كيف حالك حبيبي؟ مساء الخير يا غالي، معاك الدكتور يعن الله ابن علي بن يعن الله القرني. لأنه خلاص يعرفك بعدين يبدأ يتكلم معاك. إذا أعرف بنفسي، اختصر المكالمة، تجنب القيام بأعمال أثناء المكالمة. يعني لما يكون جنبك صحن مكسرات لا تجلس تأكل في المكسرات وتكلم خلق الله، لأن هذا بيضايق. انهي المكالمة بلطف. هذا بالنسبة يا جماعة لمهارات التحدث. أجل بالنسبة لمهارات الإلقاء، يعني هل في الحاضرين الآن معايا في القاعة الافتراضية هذه أحد منكم يا جماعة يعني وقف قدام الميكروفون كذا أو قدام الجماهير وألقى محاضرة أو دورة أو شيء من هذا القبيل؟ بيقول تركي لا، يقول عادل لا تقريبا. يعني طيب كلكم بتقولوا ما حصل. أولا بالنسبة لمهارات الإلقاء ولله الحمد والمنة، هي ما تجي فطرية للإنسان، يكتسبها من خلال إيه؟ من خلال التدريب. فلذلك يعني يتوكل الإنسان على الله سبحانه وتعالى ويستعين به ويعد جيدا ويحضر للموضوع، يعد للموضوع ويعتني بمهارات الإلقاء. إيش هي؟ خلونا نأخذها حب حب. أولا الإعداد والتحضير للموضوع. يعني مثلا على سبيل المثال قلت يا عبد الرحمن الأحمدي، مطلوب منك أن تذهب، عندنا مجموعة من طلاب جامعة الملك عبد العزيز ونبغاك تقدم لهم دورة في المسؤولية الاجتماعية والتطوع. فيجي عبد الرحمن يقول والله الأمر صعب وما أدري كيف، إيش رأيك؟ نقول له خلاص الموضوع مناسبك؟ يقول والله الموضوع يعجبني، الموضوع أنا مبسوط منه. إذن في البداية اختيار الموضوع، يمكن عبد الرحمن يجي يقول لا أنا ترى بختار الموضوع، الموضوع حقكم هذا مو عاجبني. ليه؟ لأنه مهم في الموضوع إنه يناسبك ويناسب الجمهور، لازم يناسبك ويناسب الجمهور ويكون مهم. ثلاث حاجات: يناسبك أنت، يناسب الجمهور، ويكون كمان إيه؟ مهم ومناسب للزمان والمكان. يعني ما ينفع مثلا لو كانت المحاضرة في المسجد هتروح تعطينا محاضرة عن الاحتباس الحراري، ما ينفع الاحتباس الحراري في المسجد. في المسجد تكلم أنت عن الصدقة الجارية، عن صدقة التطوع، عن فضل الصلاة وفضل الزكاة، حتى تتكلم عن الاحتباس الحراري هنا. أيضا إيه؟ تحديد الهدف. فلما تحدد هدفك مظبوط أكيد حيكون إلقائك يعني واضح ومحدد. تجمع المعلومات عن الموضوع جيدا وتنتقي المفيد منها، وتجمع أدلة من القرآن من السنة من الكتب من المجلات العلمية، وتحرص أنك لا تطيل على الناس لأن الإطالة حتطفشهم منك. تبدأ تصيغ موضوعك على شكل إيه؟ على شكل مقدمة. إيش حتأخذ المقدمة دي؟ المقدمة هذه تستهلها بذكر الله والصلاة على النبي
بذكر الله، بالصلاة على النبي. على فكرة يا جماعة، هذه والله اللي بكلمكم الآن، هذه ثالث محاضرة، ثالث محاضرة من الساعة 4 العصر وأنا جالس على هذا المكتب أهرج. فيعني محتاجين أولا نحمد الله سبحانه وتعالى ونصلي على نبيه، لأن أي أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، يعني مقطوع. والأمر الآخر لما تيجي تفتتح، افتتح افتتاحية قوية، يعني مثلا تجيب إحصائية أو تجيب قصة، شوف الافتتاحية عشان تجذب الناس عندك. بعد كده تدخل في صلب الموضوع، تقسم موضوعك مثلا من 3 إلى 5 أجزاء، تقسمه من 3 إلى 5 أجزاء، وتبدأ طبعا تستدل بالشواهد والأدلة والبراهين، تبدأ بالأهم، بالأولوية، بالأحدث ثم الأقدم، تجيب الأدلة، الشواهد، البراهين، تجيب آيات من القرآن، من السنة، أقوال العلماء والحكماء. ليه؟ علشان إيه؟ عشان توصل المعلومة للناس بشتى الوسائل. بعد كده تأتي للخاتمة، برضو لازم تختم خاتمة جيدة عشان تترك عندهم انطباع ممتاز. لأنه على فكرة اسمع مني هذه القاعدة، يقول لك إذا أتقنت المقدمة وأتقنت الخاتمة يغفر لك الجمهور الخطايا الموجودة بينها. لكن يا ويلك يا سواد ليلك لو تخربط في المقدمة، خلاص انت اصلا تفقد ثقتك بنفسك ويصير المحاضره كلها تخبيص. وكمان لو تخبص في الخاتمه، والله يا شيخ لو تكون جبت درر الجمهور ما يغفر لك ابدا. اهم شيء عند الجمهور المقدمه والخاتمه، فاحرص. يمكن انت في الخاتمه تختم بملخص للموضوع وتترك انطباع جميل لدى الجمهور. طبعا بالنسبة للعرض، لما تجي تقدم محاضرة في مكان، يفضل أنك تجيب عرض باوربوينت زي العرض اللي أنا بعرضه عليكم الآن علشان يسهل عليك، بدل ما تكون شايل ورقة بيدك ما يصير شكلك غلط كذا. فأولا يكون العرض واضح وبسيط، يكون العرض واضح وبسيط. تكتب العنوان على الشريحة الأولى، ما شفتم أنتم على الشريحة الأولى مهارات الإرسال، استعمل قاعدة 5 في 5. يعني يا جماعة لا تزيد الأسطر في الشريحة الواحدة عن 5. خلونا نحسب هنا نشوف الشريحة دي صح ولا لا. 1 2 3 4 5، تجاوزوا الجماعة هنا سطر واحد. هم حنا نبغى 5 سطور وكل سطر ما يزيد عن 5 كلمات. هيا شوف، 1 2 3 4، حلوين. 1 2 3 4 5، حلوين. هنا كويس، هنا في مشاكل، لكن المهم يعني احنا ما نبغى نقول هذا قرآن منزل، لكن حلو جدا انك تستخدم قاعدة 5 في 5 في 5. تستعمل الصور والأشكال. الآن شايفين الصورة هذه؟ شايفين الصورة دي؟ إذا أنا عندي كلام وعندي أشكال، إذن أنا أستخدم الأشكال وأستخدم الصور، عندي أشكال وعندي صور وعندي، وأحرص على التنسيق الجيد والمسافة بين كل سطر وآخر. بالنسبة لمهاراتك كمتحدث، أولا تخلص من الرسائل السلبية. يعني لا تجي لما يقول لك واحد تعال قدم لنا كلمة، لا تجي تقول أقول لك والله الناس دول حيضحكوا علي، والله إني أخاف من الفشل، والله العظيم أنا خجلان، يا شيخ أنا ما أقدر. يا جماعة ما يصير. إذا زرعت في دماغك إنك ما تقدر ما حتقدر، وإذا زرعت في دماغك إنك حتقدر والله حتقدر. أيضا المظهر اللائق، من الأشياء اللي تجذب الجمهور لك إنه يكون مظهرك حلو.
تكون مهتم في نفسك، محلق مضبوط، لابس شماغ عقال، لابس لك ثوب جميل وتفصيله رائع وموديله كويس، انك تكون متعطر، انه يكون انت مستحم قبل ما تجي. يعني كل هذه الامور يعني عناية بالمظهر. لا تصدق الشخص اللي يجي يقول لك ترى اهم شيء قلبك، اذا كان نظيف ما عليك. لا مو صحيح، المخبر مهم والمظهر كمان مهم، بدليل ان النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يهتم بمظهره. والله ان النبي يا شباب كان يمشي كما تذكر الكتب، كان يمشي في الطريق فيعرف الصحابة أن النبي مشى في هذا الطريق من الرائحة اللي تركها. كان إذا مسح على رأس الصبي يعرف الصبي هذا من بين الصبيان كلهم، لأنه الرائحة الطيبة تخرج من رأسه. فما يصير يا جماعة نجي نقول حنا إن المظهر ما هو مهم، المظهر جدا مهم. أحيانا والله شخص بينقبل في وظيفة بسبب مظهره، وأحيانا شخص آخر ما ينقبل بسبب إنه جاب لبس تعبان. مثلا واحد جاي لي على وظيفة يلبس لي سروال طيحني مثلا وجايب لي كدش، كيف يقبلوك دولا؟ كيف يقبلوك؟ لكن إذا جيت متشنتك لابس لك بنطلون ظريف وقميص ممتاز ومتعطر ومقاس شعرك قصة طيبة وكويسة ومشط وكويس، خلاص هذه الناس تطمع فيك. حالة الوقوف. طيب أطلب منكم جميعا أنه كل واحد منكم يوقف في مكانه. الجميع وقف في مكانه دحين. طيب ضم رجولك. لما تضم رجولك تحس ان الوقفة ما هي مريحة، يعني احتمال انك تطيح في اليمين او تطيح في ايه، في اليسار. طيب فك رجولك زيادة، صار شكلك كده غلط. يعني انت واقف قدام الناس ليش تفك رجولك زيادة؟ طيب الان حاول تكون المسافة بين الرجل اليمنى واليسرى هي نفس المسافة الموجودة بين الكتفين حقك، حطها نفس المسافة بين الكتفين، يعني خلي رجولك على شكل رقم 11. هذه هي الوقفة الصحيحة السليمة قدام الناس، لا تخليها اقل من مستوى الكتفين ولا تخليها كمان اكبر، لأنه في الأولى ما حتحفظ توازنك وفي الثانية حيكون شكلك غلط. برضو في وقفة ثانية بس مش مذكورة في الكتاب، اللي هي على شكل رقم 7، خلي رجولك على شكل رقم 7. ايوه برضو كذلك في الصلاة ممتاز، عشان وقفتك تكون صحيحة سليمة. برضو الوقفة قدام الجمهور ممكن تكون على شكل رقم 7، رجولك تكون على شكل رقم 7، هذه الوقفة تحفظ التوازن. وانتبه للمراوحة، يعني بعض الناس الله يهديهم مرة يميل على اليمين يتكلم شوية بعدين يميل على اليسار، هذه اسمها مراوحة ما تنفع. أيضا انشراح الوجه، لازم تكون بشوش، يعني لما تيجي تقدم محاضرة للناس لا تقعد مكفحر الوجه كذا غضبان زعلان، انت جاي على محاضرة الناس منتظراك، فخليك مبتسم، خليك سعيد. النبي صلوات ربي وسلامه عليه ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه انطلق، ويقول تبسمك في وجه أخيك صدقة وهي سر للنجاح. والله العظيم أنا قرأت مقولة جميلة في الابتسامة، يقول لك الابتسامة هي الكنز الذي لا يفنى ولا يكلفك ثمنا، وشيء ثاني يقول لك هي فعل لا يستر وعمل لا ينكر. وفي مثل انجليزي بيقول smiling is your way to success، يعني الابتسامة طريقك إلى النجاح. مثل آخر انجليزي بيقول how can I hate a person who smiles at my face، يعني كيف لي أن أكره شخصا يبتسم في وجهي. فالابتسامة هي السحر الحلال، استخدم الابتسامة عندما تتعامل مع الناس، عندما تلقي، عندما، لأن لها سحر عجيب 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 عند الناس. أيضا التواصل بالعينين، يعني الاتصال البصري مع الطرف الآخر، إحنا ما نبغى تحديق، نبغى اتصال بصري، أشعر الشخص بأنه مهم يا أخي،
اما يجي يسولف معاك وانت رايح، ما يصير كده. ايضا لما يكون قدامك جماهير غفيره، فمن الافضل في التواصل البصري انك توزع النظرات، مره طالع شمال، مره طالع يمين، مره طالع في عند الصف الاول، مره طالع في النص، مره طالع في الخلف، عشان يحسوا انهم كلهم مهمين بالنسبه لك. ايضا مهم تنويع الاداء الصوتي، لانه نطق الكلام هو الشيء اللي انت بتعتمد عليه. فنوع الاداء الصوتي. ومن مهارات اولا مستوى الصوت، ركز معايا، مستوى الصوت ارتفاع او انخفاض، هذا مستوى الصوت، مرتفع منخفض. فاذا كان مستوى الصوت مرتفع جدا على طول او منخفض جدا وعلى طول طول المحاضرة، هذا ممل. لازم انت تنوع ادائك الصوتي بناء على الموقف، مرة ترفع مرة تنزل. ايضا معدل الايقاع، معدل الايقاع سريع بطيء، شوف هناك مرتفع منخفض، هنا سريع بطيء. هعطيك مثال للايقاع، كيف الايقاع. مثلا في النشيد، مثلا يعني واحد واقف قدام الجمهور وبينشد، يعني حلو جدا انه الانسان ينوع، يعني فلسطين متى ياتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحف يسير بركبه الجد، به الايمان وضاء وفيه جنانه تبدو. هذا ايه؟ هذا معدل ايقاع ماله، سريع ولا بطيء؟ متوسط. طيب لما يجي يقول لك والله لو فتشوا قلبي لما وجدوا فيه سوى حبكم، والله والله بطيء. لما تيجي حتى بصوتك انت، الله يسعدك من ذوقك حبيبي، لما تيجي مرة تعطي إيقاع سريع ومرة تعطي إيقاع بطيء، مرة صوتك سريع يعني كده وبتحاول تحمس الناس، ومرة صوتك بطيء، يعني هذا تنوع الإيقاع يخلي الناس مجذوبة معاك على طول. تنوع أيضا في نبرة الصوت، وتستعمل التشديد على بعض الكلمات إذا كانت هامة، إذا كان في كلمات هامة تضغط عليها شوية، لإيه؟ لبيان أهميتها. أيضا توظف السكتات، واحرصوا معايا، السكتة العادية بين جملة وجملة، السكتة العادية بين جملة وجملة، السكتة الانتقالية بين فكرة وفكرة. أما سكتة الاستثارة والتشويق فهي لمجرد التشويق، وهي في مكان لا يتوقع السامع أنك تقف فيه، بس للإثارة. هذه بين جملة وجملة، والانتقالية بين فكرة وفكرة، وهذه في موقع لا يتوقع السامع أن تقف إيه؟ أن تقف فيه. وعلى فكرة هذا دائما موضع أسئلة، انتبه بالله للنقطة دي لو سمحت. لغة الجسد، لازم تكون تعبيرات الجسد ملائمة لمعاني الكلمات المستخدمة. يعني الله يسعدكم، النبي صلوات ربي وسلامه عليه عندما قال أنا وكافل اليتيم كهاتين، ما قالها ويديه في الأرض، رفع يديه وضم الوسطى على السبابة، ضمهم على بعض، قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. دحين الكلام متوافق تماما مع لغة الجسد، كده برافو. أيضا اليدان من المعالم المهمة للغة الجسد، بس بالله دخيلك ابتعد عن حاجة يسمونها اللزمات الحركية، يعني لا تقول بتتكلم مع الناس كل شوية وبعدين تحك في خشمك، يتكلم بعض الناس وبعدين يحك في خشمه، يتكلم وبعدين يحك في خشمه، صار عنده لزمة، هذه اللازمة اسمها لازمة حركية ما تنفع. واللازمة اللفظية برضو سيئة،
زي مثلا يتكلم واحد معاك بعدين يقول لك شايف كيف، يتكلم شويتين وبعدين يقول لك شايف كيف، شايف كيف، راح الليل كله هو شايف كيف، شايف كيف. هذه لازمة لفظية، وهذيك لازمة حركية، حاول تتخلص منها لما تيجي تتكلم أمام الجمهور. بعد كده نأتي إلى النقطة الأخيرة اللي حنختم فيها، اللي هي إدارة الحضور. بمعنى حاول تستخدم وسائل لجذب الانتباه والتشويق، وأعطيهم فرصة يسألوا ويشاركوا، ولاحظ هل هم متفاعلين ولا ليسوا متفاعلين، حتى تستطيع إدارة هذا الحضور. بهذه الصورة نكون انتهينا إن شاء الله من الجزء الأول من مهارات الإرسال، وسنكمل بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين في نفس الزمان في نفس المكان، لنتحدث عن مهارات الكتابة. وإن شاء الله في آخر محاضرة حنتكلم عن كيفية الاختبار وكيف تتعامل معه وكيف طريقة الأسئلة بمشيئة الله تعالى. أنا سعيد جدا بلقائكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.